السلام عليكم. جينا باش نفتحوا لهاد الفريخ هذا اللي كنا شدينا. هذه هي الفريخ اللي كنا شديناه يعني كان جا وضرب في هاد السنيديقه، جا الراس وشو منين كان هربان وجا ضرب في هاد السنيديقه وصغير يعني بواحد الملكه يعني كانت ضعيفه. واليوم نجيو نشوفوا واش ما شاء الله ما شاء الله الله مبارك تبارك الله تبارك الله يعني ولا فينا حل الحمد لله، ولات في حضانة. غادي نشوفوا الاخوان، غادي نطلعوا الكادر نشوفوا، غادي نرفعوا الكوادر ونشوفوا الملكة فين وصلت مع البيض وفين وصلت مع الحضانة. بسم الله بسم الله بسم الله اللهم بارك. الملكة راها ها هي كما تشوفوها الاخوان، هذه هي الملكة وراها باركة تصبيض الاخوان في هاد العيون السداسية. نوريكم البيض ديالها الاخوان، راه صعيب باش غادي نوريه ليكم، كاميرا ما غاتشعوش. لكن الاخوان هذه هي الملكة ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. هي ملكة ربما كبيرة في السن يعني كبيرة في السن، ولكن الاخوان انا ما غاديش يعني نفرط فيها، نتهلاو فيها تهلاو فيها اللي حتى تكبر. وفوا الاخوان الكادر الثاني راه جات يعني نهار جات جا فيها قليل واحد النحيلات ضعيفين وقليلين وما فيها والو، يعني جا نصف هاد الشيء هذا ديال النحل نصف هاد الاتجاه هذا. وما شاء الله راه ربات حضانة، شو الحضانة ما شاء الله مبارك. نشوف واش فيها شي بيض ولا ما فيهاش، يعني فيها بيض علاش ما غاديش يكون فيها البيض. كذلك الاخوان من هذا الاتجاه هذا، كذلك في الاتجاه هذا الاخوان يعني راه دارت حضانة ودارت حتى حبوب اللقاح، يعني بدأت تجمع في حبوب اللقاح. ولكن الاخوان ما عندهاش العسل، يعني شاهد العسل اللي عندها، عندها قليل قليل من العسل، يعني هذه الخلية محتاجة للتغذية ما شاء الله، يعني ما فيهاش العسل نهائيا ما فيهاش العسل. وغادي ندعمها ان شاء الله بحول الله من هنا القدام بالعسل باش تجواد وتقاد. وهو هذا تبارك الله عليكم الاخوان، ما تنساوش الاشتراك في القناة ودعمونا باللايك، شكرا جزيلا لكم. هاد السنيديق هذا راه جا وضرب هنا، يعني الكبيبة جات وضربت هنا، جات وضربت هاد السنيديق هذا ودرنا ليها المانطا، رحنا مغطينا يعني بالمانطا كما تتشوفوا، رحنا مغطينا بالمانطا ديال المانطا معمر لي هذا الاتجاه هذا يعني باش مت. ودابا الحقيقة ما بقاش البرد، يعني ما بقاش البرد، هي راه جات في واحد الوقت يعني تلج، ومني صبرت في هذاك الوقت ديال التلج والبرودة وهادي يعني قلت علاش اللي ما تاهي خصنا ندعموها وتحتاج الدعم.